خلينا بقى نتكلم على الزوجة الموفرة أو الزوج الموفر. دايما طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها والغلا اللي احنا بقينا فيه، يقولك طب هدية عيد الحب أنا هفكر أجيبها لها مثلا طاسة أو حلة، كانت نفسها في الحلة معرفش إيه بتعمل إيه والأكل ما يلزقش فيها، فيروح يجيب لها حاجة للبيت اللي هو كلنا هنستغلها وكلنا هنستعملها، أو هي مثلا تروح تجيب له مروحة، تكييف، عارفة الحاجات بقى اللي هي العامة بتاعت أجهزة البيت، وهي دي الهدية. تقول لنا ايه؟ بصي، الهدايا دي مسموحه امتى؟ مثلا ممكن يكون في عيد جوازنا او في اي عيد من او عيد الام مثلا، طبعا اكيد الزوجه بتبقى ام اولادي فبتكون ليها هديه، لكن دايما بقول عيد الحب لا، لازم هديه لشخصها، لشخصها هي تفرح بنفسها وتفرح قد ايه ان هو لسه مهتم بيها ولسه فاكرها. وما اني برضو حضرتك فكرتيني حاجه، موضوع الهدايا الموفره، انا ممكن في اليوم ده اصلا برضو نوفر ونعمل يعني جو رومانسي في البيت، يعني حتى لو احنا مثلا ام الزوج او ام الزوجه قريبين، ممكن اليوم ده الاطفال يبقوا عندهم واحنا نحتفل، يعني نعمل ديكور بسيط في البيت، نجيب اكله بس خليها بقى تبعد عن المطبخ اليوم ده. أيوة. بلاش تدخل المطبخ خالص، يعني الجمله اللي احنا بنسمعها يا دكتور دايما انا هديتك او انا هديتك، دي عايزين يعني نحاول على قد ما نقدر لا نبقى هديته برضو او هديتها طبعا، بس معاها حاجه حتى لو عينيه، مش مهم قيمتها قد ايه، بس حقيقة. في كادو يعني طبعا، دي اغلى هديه. ايوه طبعا في ناس يعني هو سويت توكر، يعني كلامه حلو قوي لكن التنفيذ ما فيش. احنا طبعا كسيدات احنا طبعا بنحب الكلام الحلو جدا، بس بنحب الهدايا برضو دكتور بالظبط، يعني تعبر دي حاجه مهمه، لكن انا عايزه ان ايه يعني الهديه، الهدف من الهديه، الهديه دي بتعمل الفه بين الناس. صحيح. بتوطد العلاقات اكتر، يعني حتى بين الجيران بين بعضها، زمايلي في الشغل، كل ما يبقى في هديه بيننا وبين بعض كل فتره بتخلي نوع من الالفه والود بيننا، بيبقى في تعامل جميل جدا بيننا، فده بيكون مهم قوي. وبعدين في نقطه كمان عايزه اقولها، حتى لو احنا عملنا جو رومانسي في البيت، احيانا الزوجه مع الاسف دايما احنا عقلها الباطن بيشتغل، ده في حصل موقف وليه انا زعلانه منه فرصه ان انا اقعد اليوم ده، لا هنا بقى انا بنصح كل المشاهدين بشغل دلوقتي دايما في الاعياد بيبقى ليه مشكله، لان احنا بنعاتب. صحيح. يعني الرجاله عامه ما بتعرفش تجادل او نعيها تعبر او تحل المشكله، احنا بنتكلم اكتر، يعني حاول اليوم ده انسي لو في حتى فعلا مشكله قائمه بينا فعلا، حاول اليوم ده بس انساها، اخليها على جنب يا ستي وعدي بعدين حاجة لكن تانية اليوم ده نحاول نبتعد عن اي عتاب او ان انا استرجع اي مشكله حاجه كمان نعتلي بخناقه. بما ان احنا بنتكلم على الهدايا وان انا بجيب هديه مثلا للبيت او حاجه، فممكن الزوجه تجي لها هديه مش عاجباها، يعني هو الزوج شايف ان الهديه دي مناسبه وانا حابب اجيبها لمراتي، هي بقى شافت الهديه ايه ده، انت عارف ان انا بحب الكلام ده، انا ما لا بقول لك ايه، روح رجعها، احنا فلوسها اولى، فلوسنا اولى بيه، عارفه كده. ايوه مع الاسف، هو زي ما انا بقول يعني المفروض نعمل ايه في حاجه زي كده. طيب بص، هو زي ما يكون في فن اختيار الهدايا وتقديم الهدايا، فن استقبال الهدايا بقى. انا استقبلت الهديه، المفروض انا الاتيكيت بتاعي او ان انا السلوك بتاعي هيكون ازاي. اول حاجه بفرح جدا وببتسم ولازم رياكشن وشي طبعا والبادي لانجوج اكون مبسوطه جدا، اصل انا ممكن اقول له شكرا وجميله وانا متضايقه ووشي عايبس، هو يحس انا بتكلم من ورا قلبي، لا بفرح طبعا وبقول له شكرا قد ايه ان انا سعيده، وكذلك برضو يعني العكس صحيح نفس الكلام لو انا جايبه لزوجي. وبعد كده لازم افتحها قدامه، في ناس تقول لك لا لما ارجع مثلا لو خطيب وخطيبه لما ارجع البيت هفتح الهديه، لا افتحيها قدامه عشان واقع الهديه عليكي وانت مبسوطه بيفرحوا اكتر. واقول له حتى لو انا زي ما قلت الهديه مش عاجباني، لا اتبسط جدا واشكره جدا عليها شكل. طبعا حكي وبين كميه الفرحه والسعاده اللي انت فيها بالظبط، في نفس الوقت معلش اقول اي كومنت سلبي على الهديه. وفي نقطه، لو مثلا يعني الشريك او الشركه اللي جاب الهديه والتاني لا، لازم في اقرب وقت ارد له الهديه، ده من الاتيكيت، لازم ارد الهديه في خلال يومين، لان ممكن انا انسى اجيب له او هو كان مثلا ينسى يجيب لي، في خلال يومين لازم ارد الهديه عشان برضو زي ما احنا قلنا اللي بقى العلاقه اكثر ود وحب اكتر. جميل.